عن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا ومدى خطورتها رح نحكي مع دكتور توني عبد المسيح. دكتور صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك عبر راديو MBS. دكتور أول شيء بدي أحكي قبل ما أحكي عن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا بدي أحكي عن حملة نحن حدك للتوعية حول فيروس كورونا. ممكن نحن عم يسمعون المستمعين عبر راديو MBS، خبرنا شوي عن شغلكم على هيدي الحملة، قديش بتفيد إعلاميا؟ صراحة الحملة اجت من وراء واقع ومن وراء حاجة. نعم. لاحظنا من خلال اتصالات العالم، من خلال كيف تصرفات الناس بهالجائحة، انه في مكان كتير كبير للتوعية، والناس بحاجة لانه تحصل على معلومات اكيد، يعني من مصادر تكون مشهود لها وعلمية. وتعرف حدودها، لأن أهم شيء نعرف الحدود. مشان هيك قررنا أنا وزميلتي الدكتورة منى سابا أنه نقدر نعمل هالفيديوهات القصيرة مع أجوبة مقتضبة وسريعة لكل تساؤلات الناس اللي نحن بنلتقى فيهم بحياتنا اليومية وبمهنتنا. يعني بعده لحديت اليوم صرنا تحت الجائحة حوالي السنة، العالم بعدها عندها تساؤلات، يبدو أنه هلأ بلشت تاخد كأن موضوع الكورونا على محمل الجد. صحيح اللي عم بتقوليه، صحيح في نقص كبير بالمعلومات اللي هي متفق عليها. هلأ العالم كمان معذورة شوي، لأنه نحن كأطباء في أمور كتير عم نكتشفها، وفي أمور كتير بهالفيروس كيف نقدر نعالجها كمان ما في اتفاق كامل عليها. مشان هيك حصل الضياع بكل دول العالم، يعني مش نعم أكيد عنا بلبنان. بس قلنا البيزكس اللي نحن كلنا متفقين عليهم خلينا ننشر التوعية فيهم. نعم. على وعدنا أنه نلاقوا أذان صاغية إن شاء الله. دكتور بدي أحكي شوي عن هيدي الطفرات الجديدة لفيروس كورونا. هيدي أنتوا كيف تكتشفوها؟ كيف تقدروا تعرفوا أنه صار في شيء جديد أو صار في سلالة جديدة للكورونا؟ نعم. هلا أول شيء تم الإعلان عنا برا مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا. تاني شيء بلشنا نحن نعمل بالتيست، خاصة عنا بالجامعة اليسوعية. بلشنا نعمل تيست لندور على هالسلالة الجديدة، واكتشف كمان انها موجودة وبشكل كتير كبير. هلأ لفت لنا نظرنا كمان هالعداد الضخمة اللي صارت بلبنان. هذا صحيح من وراء الواحد السهر والاختلاط وظهر، لقينا انه شيء يعني اكتر من ما متوقعينه انه يصير صراحة. مشان هيك صار بعد الدراسات والابحاث ونعمل فحوصات عنا بكلية الطب بالجامعة اليسوعية وبمستشفى أوتاديو، وانكشف انه فيها السلالات هيدي الجديدة ومنا يعني قليلة، منا قليلة ابدا، تخطت بين 40 و60%. وهالشي بيشرح كمان سرعة هالانتشار المخيف. يعني هي مخيفة من حيث سرعة انتشارها ولا هي لأنه أقوى من الأولانية؟ نعم. هلأ الدلائل لسرعة انتشارها هلأ هو اللي نحن مؤكدين منه، بس ما عم نلاقيها أكثر فتكا. يعني الأعداد الأموات اللي عم بتشوفوها الله يرحم الكل ويشفي المرضى، أعدادهم كتير عالية لأن الأعداد اللي لقطت كتير عالية. يعني إذا 100 شخص لقيت كورونا حسبي بموت واحد، لنقول بمثيل قطي 10,000 شخص بده يموت تقريبا 100 واحد، عرفتي؟ دونك رح تصيري تسمعي بأعداد أموات أكثر، بس مش معناتها أنها هي أكثر فتكا، بس لأنه صار في كتير ناس عندهم أكيد قسم منهم بده يموت ويزيد العدد. دكتور في نظرية بتقول أنه لما الفيروس ببلش يتحور أكثر من مرة هيدا يعني قرب انتهائه، صحيح هيدي وجهة النظر؟ هلأ صحيح للفيروسات اللي عرفتها البشرية لحد هلأ. بس هيدا هالفيروس غريب عجيب، في كتير ناس مؤمنة إنه فيروس من صنع الإنسان، وفي كتير ناس مؤمنة بتطوره اللي غير اعتيادي. مشان هيك أنتوا كأطباء بتوثقوا إنه هو من صنع الإنسان دكتور؟ أنا شخصيا هيك مؤمن. لأنه تطور هالمرض وعائلته اللي عادة ما بتعمل هيك،
هو تابع العائلة، بس هو العائلة. قديم، هو قديم صحيح. جديد، لا هو هو نوع جديد بس عائلة قديمة، مش لأنه يمكن رجع تحور من لا إلى لا هيك لحتى انتشر هيدا الانتشار الواسع، يعني ممكن ما يكون صنع يد بشرية. هلا أكيد كل شيء ممكن، بس أنا عم بقلك شو نظرتي للأمور وشو شعوري، لأنه عادة بيتحور وبيضعفوا، بيتحوروا بيصيروا أقوى وأشد فتكا. وعائلة خاصة قصة التجلط اللي بيعملها مش معروف بعائلته، هيدي قصة التجلط وهذا خاصة فيه هيدي. هلا على كل حال ليك التحقيقات كلها رح بيبينوا ومع الوقت رح نعرف. تعتقد إنه رح نعرف مع الوقت يعني؟ أكيد رح نعرف. أكيد رح نعرف، والدراسات رح تبين والتحقيقات رح تبين وكله رح يبين. بس للأسف ما فينا نعرف هلا، ما فينا نكون أكيدين. كل واحد عنده نظرة للأمور وكل واحد عنده رؤيته. أنا هيدي نظرتي. بكل الأحوال نحن تحت وطأة كورونا، علينا أنه نعرف كيف بدنا نتصرف تجاهها. في عنا أقفال صار له حوالي الجمعتين بلبنان، ولكن عم نلاحظ أنه بعد في أعداد. هذه الأعداد نتيجة بعدها نتيجة الاختلاط يلي صار قبل الأقفال؟ أنا بصراحة مشان هيك عم بقلك أنه ما بعتقد بس نتيجة الاختلاط، أنا بعتقد أنه هو هالسلالة الجديدة هي أكثر انتشاراً. فإذا في سببين، في الاختلاط أكيد خاصة على الأعياد، ولكن اللي عطاها دفشة كتير كبيرة هي اختلاط مع سرعة انتشار هالفاريانت الجديدة من الفيروس. طيب دكتور، فيك هيك ترجع هيك نعمل لك أنا وأنت شوية هيك نصائح للعالم يلي عم يسمعونا، نرجع نقول عن أهمية الكمامة، ضروري الكمامة الكل يكونوا حاطين كمامة، يعني إذا أنا حاطة كمامة ورفيقتي حدة فيها ما تحط الكمامة ولا الأفضل تحطها؟ هلأ إذا اتنيناتكم حاطين الكمامة الانتشار الفيروس بيصير شبه معدوم، بينما إذا حدا واحد حاطت والتاني لا، العدوى بتصير تقريبا 5-7%. يعني إذا بدنا نقلل لشبه صفر العدوى هي الكمامة. طيب بالنسبة للكمامات بتنصح بأي نوع من الكمامات؟ لأنه قيل أنه الكمامة القماش ما كتير بتحمي. أوكي، هلأ الكمامة يعني الماسك الجراحي تشوفوه هيك لونه أزرق وأبيض اللي بيلبسوه الناس بالمستشفيات عادة، الأطباء يعني والأطباء بالمستشفيات والمرضى، وهذا هيدا كتير منيح، وفي منه بالصيدليات، وهلأ أسعارهم صارت جدا مقبولة، رخصوا لأن وصلوا لأسعار جنونية. بقى هيدول هن كتير منيح للناس العادي اللي منهم على احتكاك بالناس كوفيد، يعني بمرضى مثل الجسم الطبي. هلأ إذا في خطر إنه واحد يكون بمطرح في تجمع أو إنه يكون على احتكاك مع شخص، في الماسكات اللي هن N95 اللي هن بيحموا كتير من قصة الفيروس في حال كان فعلاً في خطر احتكاك، بس الناس العادي هدول الماسكات أحسن. هلأ القماش لأنه هودي كمان مصروف وواحد بده يغير مرتين بالنهار أو ثلاثة، المهم هلأ القماش أكيد أحسن من لا شيء، منهم مثل الماسكات الشيرجيكال يعني الجراحية. ولكن لازم غليهم بالماء السخنة كل مرة وتنظيف، يعني غسلهم مضبوط وهيدا. يعني بيحموا حوالي 50% فينا نقول فقط؟ أكتر يعني بخلص. حوالي 60-70%. بس ما يعني بهيك جائحة ما في مجال للإحصائيات يعني. بعض الأطباء 100%. بعض الأطباء عم ينصحوا إنه الواحد بأنه في طفرات جديدة للكورونا إنه نحط ماسكين من هول الطبي. أنا لا ما بعتقد إنه بتفيد زيادة. ما بتفيد. هي منطقية إنه إذا تحطيت اثنين بتحمي أكتر، بس أنا بعتقد ما بتزيد الحماية، الحماية اللي بيأمنها الماسك بيكفي بالثلاث كوش، ثلاث لاير اللي ثلاث طبقات اللي هي موجودة فيه. قبل شوي كنا عم نسمع هيك بعض النصائح من حضرتكم هيك على الهواء، حكيت عن فحص البي سي آر دكتور. هذا الفحص البي سي آر بعد كم يوم، خلينا هيك بس نرجع نوضح للعالم، إذا حسوا بعوارض بعد كم يوم أو إذا كان عندهم اختلاط مع مريض كورونا وما حسوا بالعوارض بعد كم يوم لازم يعملوا بي سي آر؟ إذا ما حسوا بالعوارض أحسن ينعمل بي سي آر بعد 7 أيام لحتى يضمنوا أنه هني ما عندهم يقدروا يرجعوا يظهروا. إذا حسوا بالعوارض فيهم يعملوا بي سي
ار ساعه البحث. بيبين لانه في إذا عوارض. في عوارض الاحتمال انه يبين كثير كبير، بينما اذا ما في عوارض وعملناه بسرعه من بعد الاختلاط ممكن ب 30% من الحالات نكون حاملينه وما يبين. دكتور، كمان عم نسمع انه في كثير ناس نجيوا من كورونا ومشي حالهم ورجعوا لحياتهم الطبيعيه، ولكن من بعد كورونا، من بعد ما انتهوا من كورونا توفوا. شو هي الاسباب يعني اللي رجعت وصلت للوفاه؟ نعم، هلا يعني لحسن الحظ انه هالشيء كثير نادر، يعني ولبنان بلد صغير، يعني اذا حدا توفى كل الدنيا بتسمع فيه، بحسوا الناس انه هالمرض هيك عم يعمل. لا، هاي الخوف من هالشيء غير مبرر. هلا صحيح صايره حالات من هالنوع، بس هالحالات صارت لانه اجت تجلطات، اوكي، عملت او ذبحات قلبيه او جلطات بالراس او جلطات بالرئه وتوفوا. ولكن هالناس هول اللي صار معهم هيك، انا اكيد انه عندهم استعداد لهذا الموضوع، استعداد جيني. او مشان هيك ما فينا نعمم، يعني ما بدي العالم انها تبلش تعيش برعب. بردون ما بعد الكورونا اللي خلص الحمد لله على السلامه، والاغلبيه بخلصوا شكر الله. بس العوارض اللي بتصير بعد الكورونا واللي بحب ضوي عليها هي ضيق نفس، ضربات قلب سريعه، تعب، عوارض نفسيه عم نشوفها كثير، وحتى ضيق النفس بيكون لها بارت نفسي كمان. يعني بحسوا ضيق النفس بياخذوا الاكسجين اللي هو كثير منيح. بقى هالعوارض هي ما تخافوا، هالعوارض رح تروح، ولكن في ناس بتمتد معهم من اسبوعين لشهر لشهر ونص من بعد الكوفيد. افضل شيء وافضل نصيحه، وهيدي نعمه موجوده بلبنان مش موجوده ببلاد برا، وما بعرف العالم اذا بتقدرها صراحه، هي انه الحكماء بيردوا على التليفونات، وانه الاطباء بيردوا على الواتسابات، وانه ساعه اللي بده المريض بيلقط هالتليفون وبيدق انا عم عيشها وبعرف شو هي. فهيدي نعمه، استشيروا الطبيب في حال عندكم اي عوارض. ولكن هالموضوع هيدا بطمن انه نادر جدا، موت بعد الكورونا فجأة نادر جدا جدا. ما فينا نعيش كل الشعب بخوف ما بعد الكورونا. بس يكون عنده كل واحد طبيب يقدر يوثق فيه ويقول له النصايح اللي هو بده ياخدها والدواء اللي لازم ياخده من بعد الكوفيد. في منهم اليوم عم ياخدوا أسبرين، بيقولوا هيك على صحة السلامة. الأسبرين يعني أكيد هو مفيد، بس بنفس الوقت مضر، يعني إذا الإنسان منه بحاجة له. مين اللي لازم يأخذ أسبرين دكتور، أو أدوات للسيلان يعني؟ نعم، هلا الأسبرين أو أدوية السيلان اللي لازم يأخذها هل الناس اللي عندهم استعداد للتجلط. هلا مين هن عندهم استعداد للتجلط؟ بأغلبية الأوقات الناس اللي عندهم مشاكل سكري، ضغط، مشاكل تجلط سابقة، قصور بالكلى، ناس ما عندهم حركة يعني، أو ناصحين، أو عندهم مشاكل رئوية، التهابات رئوية مزمنة ما بتخليهم أنهم يعملوا يمشوا كتير ويتحركوا. بقى هالناس هول بيستفيدوا من أدوية ضد التخثر، ضد التجلط، أسبرين أو غيره. هلأ متى لازم ينعطى؟ طبيب لازم يحدد أيمتى. مش المريض انه ياخذ على صحه السلامه، لانه عم نشوف كثير، يعني الاسبوع الماضي شفنا عندنا بالمستشفى ثلاث حالات بالطوارئ نزيف من المطارين من المعده نتيجه الادويه المسيله دون استشاره الطبيب، يعني ما كان في داعي انه ياخذوا. فقصه الادويه السيلين خلي الطبيب المعالج هو يحدد، وهيدا الشيء صدقيني هلا بدك تتفاجئي بيتم بالاتفاق مع المريض، يعني ما في شيء بالمطلق صح نحن عم نعمله 100% واثقين منه. يعني الطبيب اذا ما بده يعطي دواء سيلان ممكن يكون معه حق، وطبيب اخر بده يعطي ممكن يكون معه حق. دونك مشان هيك انا بشدد على انه الطبيب واحد، لانه صراحه بيجينا تليفونات بس بيكونوا الناس ثقين كثير اطباء بذات الوقت اللي طبيب واحد عندنا ثقه فيه، هو نمشي على البروتوكول اللي هو بحط، لانه ما في قاعده ثابته يعني حول هذا الموضوع. ما في حقيقه مطلقه. اوكي، بالاتفاق مع المريض اكيد، لانه دكتور الحكيم بده يسال يعني اسئله قبل ما يوصف اذا بيقدر ياخذ ادويه سيلين او لا. طبيب واحد، نعم صحيح، حتى بيعرف له
ملفه، او حتى لو ما بيعرفه بده يساله عده اسئله، لانه انا كل مريض عندي كانه اول حاله بحكمها. يعني كل شخص عنده خصائصه. اذا جيت انا مريض عنده سكري ولكن بنفس الوقت بينزف، بعطيه دواء سيلين، بقول له لا امشي البوس كالسيت باريس، اشرب مي كثير، بصير لاقي له هالاشياء اللي بتساعده مثله مثل الدواء. بس ما برجع بعطيه شيء ليرجع ينزف عن جديد فوق الكورونا تبعه. مشان هيك التحديد هالامر، بليز خليها ترجع للطبيب مش للمريض او للناس اللي حواليه. نعم أكيد. بعد ما ينتهي من كورونا كمان لازم الشخص يرجع يعمل فحوصات شاملة لكل شيء برأيك؟ سؤالك كتير حلو، عم بسمعها كتير كمان، وخاصة ما يتعلق بالقلب، وأنا طبيب قلب. دايما الناس عم بتتلفن من بعد الكوفيد بدهم يعملوا فحوصات قلب لأنه خافوا من التجلط ومن الأشياء. كمان هون في قاعدة، القاعدة هي بتتعلق بالعوامل وبالتاريخ وبالسجل الطبي للمريض. يعني مريض عنده عوامل مشجعة للتجلط كثير، عامل ذبحات قلبية، عامل جلطات بإجراء، عنده سكري، ضغط، دخان، كوليسترول، اتسترا، هون الطبيب بيقدر هو ياخد القرار انه يعمل هالفحوصات. ولكن اخد كل العالم عامل كوفيد بكل الأعمار وبلش اعمل لها فحوصات لكل شيء، هذا الشيء غير منطقي وغير مفيد وما بيوصل لمطرح، غير مصروف زيادة، بس بيريح المريض على الصعيد النفسي. دكتور يمكن هلأ راحت المريض انه انا عملت فحوصات طلعت كتير فحوصات مناح، بس انت بتعرف انه هيدي اول شيء راحة مزيفة، تاني شيء اللي بس يكون في ثقة مع الطبيب كمان هيدي بتعطي راحة. يعني اذا انا اتصل فيه شخص قال لي بشوف انا انه ما في داعي يعمل شيء، بتناقش انا وياه خليه يشارك بالقرار، إذا أثر رح أعمله، مش إنه رح أقله رح هيدا بعمل له يهون، بس بقول له أنا عم بعملك يهون عن غير قناعة بس لحتى أنت ترتاح. ولكن بشكل عام المرضى عم يقتنعوا. يعني هلا قبل ما أحكي معك شخص بعت لي واتساب إنه بده يعمل فحوصات، جاوبته إنه ما في داعي، قال لي أوكي ميرسي حتنيم وخلص، بس شرحت له ليش ما في داعي. فإذا الحديث والكوميونيكاسيون والتواصل بين طبيب ومريض بتوصل للراحة مش بس للفحوصات. بس معك حق انه في بعض الناس نضطر ان نعملهم لحتى يكون في وثائق بين ايديهم تريحهم. نعم. اكتر مكان ممكن يأذي الشخص اللي انصاب بالكورونا هن الرواية دكتور؟ اكتر مكان بينأذى؟ ايه هلأ هو عنده تروبيسم هذا الفيروس، بحب يروح على منطقة الرواية. هلأ نشكر الله مش كل الناس بس هو بحب يروح لهونيك على الرواية. هلأ هيدي بتأذي إيه؟ لأنه بتوصل حتى يقعد الواحد لا سمح الله بالسوان وعلى الريسبيراتور وبيأكل الرئة أكل. ولكن في إشياء كتير بتأذي غير هيك، إنه يعمل جلطة، بعدنا عم نحكي عنه، يعمل جرحة ويموت، يعمل جلطة براسه، يعمل ضعف بعضلة قلبه والتهاب بالعضلة، في يعمل جلطة بإجراء، في يعمل جلطة بروية. فإذا اثنين نحن بنعتل همهم بهالمرض ولو ليهم كنا بألف خير من الله، إني الرواية والتجلط. نعم. الغذاء لمريض الكورونا بتنصحه بأي نوع من الغذاء؟ هلأ صراحة وقت المرضاي ببلشوا الكورونا أنا بقول لهم هلأ مش وقت الرجيم، مش وقت الدايت، لازم يكون عندهم سعرات حرارية تقدر تقاوم المرض وتساعدهم لفترة 10 أيام أسبوعين ما بيصير شيء. هلأ أكيد المريض اللي عنده سكري، وخاصة أنه نحن بالعلاجات في عندنا كورتيزون ما تنسي، دونك هالمريض دائما بلفت له نظره لانه ينتبه، يعني يتابع غذائه العادي. ولكن الناس اللي ما عندها شيء وكانت بتحب تعمل رجيم وبتخاف تنصح وهيدا، هلا مش وقتها. كل شيء ممكن يعطيهم سعرات حراريه ليقاوموا مرض مثل هيدا، جمعه جمعتين ما رح يصير شيء. يعني يكتروا من اي نوع من الاكل، يعني الشوربه وهو القصص. هلا القصة أول شيء كل شيء فيه سوائل، كل شيء فيه سوائل. ثاني شيء الكربوهيدرات، يعني حتى الخبز الحلو، الفواكه، البطاطا، الرز، المعكرونة، المعجنات، يكتروا منها إلا مريض السكر، هون بده يصير فيه توازن شوي. الحلو أيضا دكتور لأنه بيعطيك كالوري. ولكن هو هذا الفيروس يعني حسب ما سمعنا إنه هو بيحب الحلو، يعني بيحب الحلو. بيحب الحلو؟
لا لا انا ما عندي، لا ما بحب الحلو، بحب الروية يعني بحب الحلو. بيكره الحموضة، يعني الحموضة اللي بتقتله، السخن اللي بيقتله، الحلو ممكن يقوي. السخن ايه ممكن انه يقتلوا ستنا، بس الحلو ما عندي معلومة. لا انا بس عم بصلح لنا معلوماتنا، لانه احنا هيك عم عن نسمع. جد ما عندي، يمكن يكون معك حق بس ما عندي، يعني ما بعرف اذا مش قاري ولا بمحل انه نعم. هو بحب الحلو لازم ناخذ كل شيء ضد الحلو معه، ما قريتها ولا بأي ريبورت بالعالم يعني. لكن ممكن نحن نكون سمعنا غلط، او ممكن او انه لا يمكن في كثير معلومات صحيح، ما مشان ما هيك عم بتكون نسألك صحية. حتى تصحح انا لنا. ستنا نعم لأستغل بقرا تقارير من لجنات، من جمعيات عالمية يعني، نعم مثل منظمة الصحة، مثل الجمعية الأمريكية، مثل الفرنسية، انه بقرا بدي اتبع ريفيرونس، بكون عندي مرجعية. انا ما عندي يعني مجال اعمل اختبارات على صح الاف صحيح. المرضى، نعم. عندي مرجعيه علميه مشهود لها بدي اتبع لها. لكن هالمرجعيه هي ما قريت عن هالموضوع. نعم، لكن ينتبهوا كثير منيح على غذائهم، لأنه الغذاء كمان هو مثل كأنه دواء معالج صحيح، ضد يعني كورونا. بشكل عام مش وقت الرجيم وقت اللي بنلقط كورونا، نعم. نرجع له بعدين بس مش وقت الرجيم اوكي. الا اذا عندنا ستة رياضه. والرياضة حتى لمريض الكورونا كمان. هذا موضوع كتير حلو. الرياضة لمريض الكورونا، كل شيء ونحن عنا عوارض بلا الرياضة، لأنه الرياضة رح تخلي الأكسجين بجسمنا ينقل، بس مش معناتها أنه بنقعد كل الوقت بالتخت أو على الكنبية أو على الكرسي، لأنه لازم نمشي. لما حركة، نعمل يعني سويت حركة من دون مجهود. حركة بدون مجهود، حركة بدون تعب، حركة بدون ضيقة نفس. شو هي الحركة؟ هو المشي بالبيت، أوكي، كل ساعة 5 دقايق أو 10 دقايق. شغلة تانية، بس نخلص من الكوفيد، بتعرفي في ناس عندهم الرياضة كتير مهمة بحياتهم وإلها محل أولوية كتير صح. مهم، بقوا بسم الله وكتر خير الله عم يصيروا كتار آخر 5 سنين. بقى هيدي الرياضة بدها ترجع كمان بطريقة جراجولي، بطريقة بروجريسيف يعني متدرجة، ما فينا نرجع لنفس الريتم اللي نحن عم نعمله. أول مبدأ نرجع بتدرج، يعني كل يوم نزيد دقيقة دقيقتين على المشي اللي عم نعمله. أحلى شيء هو المشي، مش رفع أثقال وأيروبيك وهيدا. أول فترة يعني لفترة شهر شهر ونص هو المشي، هيدا أحلى رياضة فينا نعملها. تالت شيء ما بدنا نلهث، يعني مش نوع الرياضة، بتعرفي أوقات بيركضوا ماراثون بيعملوا سبور بتلهثي صحيح. بتحبي تتعبي لحتى تلاقي نتيجة. هون لا، من بعد الكورونا نحن ممنوع نلهث، ممنوع نتعب، نحن بنعمل الاشياء اللي بنقدر عليها، بس نوصل للهثي او التعب القوي دغري لازم نوقف ونزيدهم مثل ما قلت لك نعم بشكل تصاعدي، شوي يعني شوي. دقيقتين ثلاثة. نعم دكتور، هيك سؤالي الأخير قبل ما أختم مع حضرتك، هيك نصائح سريعة. نحن اليوم موجودين بالبيت كتار كتار، يعني مقتنعين بفكرة إنه يقعدوا بالبيت، بس أهم شيء ما يختلطوا مع الجيران ومع الأصحاب، يجوا لعندهم ويقضوا وقت سوا. نصائحك هيك بشكل سريع للمستمعين لتجنب إنهم يلقطوا عدوى كورونا. هلا اهم شيء انه القعده بالبيت وعدم الاختلاط مع الاخرين، قد ما كانوا قراب وقد ما كانوا جيران قراب واتسترا وقرايب، خليها تقطع هالمرحله. يعني مش ما بدنا نسمع انه يلا ان شاء الله نلقطها ونخلص، لانه عم نسمعها كثير، ما بدنا نفوت بهيدي التجربه، لأنه لانه نحن بيعتقدوا إنه خلص. ما رح يرجعوا يلقطوها تاني مرة، هيدا الشيء صحيح ولا قديش هذا بضل الشيء محمي صحيح، هذا الشخص؟ الشيء صحيح لحد كم شهر، مش انه ما بيلقطوها بالمره. يعني اللي عنده مناعة بكم شهر، ما عم نعرف بالضبط قد ايه، بتراوح بين 2 و5 لحتى يرجع انه يلقطها مرة ثانية. إذا لقطها تاني مرة دكتور، بتكون أكتر فتكاً ولا بيكون الجسم صار مستعد لها؟ لا بتكون اقل، بتكون أقل. بتكون اقل، بس النقطة المهمة هون مدام رنا انه بس ان القطة مش معناتها بطلنا نعدي، يعني ما بنعرف نحن اذا انا لقطته وخلصت، اذا هاد الفيروس قاعد جوا بعد بس ما عم يعمل شيء، وممكن انه اذا عطست زعلت او تنفست بوجه واحد تاني انه انقل له اياها. هيدي الشغله المهمه، نعم انه قد ما فينا نضل محافظين على البريير، يعني على التباعد، على الماسكات، حتى لو خلصنا منها، نعم لانه في كتير ناس بيعملوها وبتلاقيهم خلص يعني كأنه انتهوا من الموضوع وشالوا هالماسك وعم يبرموا وعم يتخالطوا وكذا.
في انفجارات بالطب كثير صعبه اوقات، خاصه انه هذا الفيروس عم يتحور، يعني ممكن انه تمام عم يتحور وما عم نعرف كل شيء عنه، بعدنا عم نقول ما في حقيقه مطلقه، عم لانه بالنتيجه هو مستجد مثل ما هيك اسمه. صحيح، اسمه مستجد بيقول. وغريب، مش بس مستجد، يعني فيكم مستجد ومعودين عليه، بس هو مستجد وغريب وبعدنا ما بنفهم كل جوانبه. تعتقد دكتور رح يوصل يوم وننتهي منه للكورونا، ننتهي من الكوفيد نهائيا؟ مليون بالمية مش بعتقد، واثق مليون بالمية رح يجي اليوم ومنه بعيد، وأننا نخلص من هيدي الجائحة، وبتكون صراحة تجربة هلأ نيال اللي استفيد منها على الصعيد النفسي والفلسفي والاجتماعي، وقري هالحياة مضبوط شو هي وشو قيمتها. وممكن كمان انه صراحة تعطينا قوة هالشغلة هيدي، هالتجربة اللي مرقنا فيها عملت هالسنتين لنا ككبار ولولادنا ولكل الناس، يعني كل واحد حسب عمره شو بيستنتج منها. نعم، اليوم بالمية رح تخلص. نعم، على امل ما يكون في فيروس تاني جاي كمان باتجاه البشريه، حسب ما عم ينحكى عن هذا البلش يحكوا عنه هلا نيبا، صراحه خلينا ننسي اوتوماتيكلي، يعني ننسي كومبليتلي. نعرفه من 20 سنه ويحتوى وما راح يصير انتشار وبائي مثل كوفيد ابدا. نعم، هي الجمله اللي نحن كنا حابين نسمعها معك بالختام، انه ما في فيروس بعد كورونا، طمنوا بالكم. واللي قاله الدكتور كمان شيء كتير ايجابي، انه رح يوصل يوم وان شاء الله يكون هيدا النهار قريب، انه ما نعود نسمع بشيء اسمه كوفيد 19. انا بقول انه قطع الكتير، قطع الكتير بعد شيء قليل. نعم، بتشكرك كتير دكتور توني عبد المسيح، شكرا لك، شكرا لنصائحك، شكرا لكل شيء. لكم اهلا وسهلا فيك، شكرا.